السلام عليكم يا شباب. في فيديو النهاردة بقى هنشرح بقى داتا السيموليشن وداتا المحاكاة، ليه ازاي احنا بقى بنتعامل مع داتا نورتون، وازاي بنحسب منها ايه كل المتغيرات بتاعتنا او بنعمل منها دايرة نورتون المكافأة. فطبعا احنا كنا في الفيديو اللي فات كان ده التمرين معانا شباب اهوت، واحنا حليناه والتمرين موجود معانا، بقى هنحاول النهارده نطبقه ونشوفه بداية السيموليشن. فهنا التمرين كان عاوز هنا ايه، زي ما قلنا كان عاوز التيار اللي ماشي فين في المقاومة او سي ديت. يبقى هنا عاوز مين الاي، بيسميه احنا الاي لود او الاي اللي ماشي في المقاومة الار 3، مقاومة رقم 3 دي. طب كنا بنعمل ايه بقى يا شباب؟ تعالوا بقى نبص، اللي هو دي بقى داتا السيموليشن اهيت، وخليك تتابعني لاخر الفيديو عشان نعملها بالسيموليشن. دي طبعا الدايره، طبعا ايه بعد ما نعمل السيموليشن اهيت، هنا بنشيل بقى المقاومه بتاعت الحمل اهيت، نطلعها من الدايره. والمفروض طبعا بعمل قصر اهوت، والقصر طبعا ده ما بعمله انا عشان احسب منه كطالب، بتحسب منه ايه التيار. لكن انا بقى مش هعمل قصر هنا، طب انا ما اعمل قصر بقى هيبان لي ازاي ان في تيار مش ازاي. فبنجيب جهاز، جهاز سيس التيار اللي من عليه الاميتر، وطبعا الاميتر ده بتوصل في الدايره يا شباب ايه، توالي او تسلسل، يعني الطرف ده يدخل فين على الاميتر ويخرج منه تاني فين على الطرف التاني توالي. وبالتالي هنا زي ما احنا شايفين كده يا شباب بقى ان الكرنت اللي هو معدي في الاميتر دوت كام، 10.5 امبير، ده مين بقى؟ تيار بتاع نورتون. يبقى اذا ده مين يا شباب بقى؟ دوت الاي ان. ودي كانت اول حاجه في دايره مين بقى؟ دايره نورتون المكافاه. تعالوا بقى نشوف لما نيجي نحسب المقاومه نورتون مقاومه نورتون بنعمل احنا ايه بقى. تعالوا بص على الشكل اللي بعد منه، برضه المقاومه معايا يا شباب ايه، خارجه من الدايره خالص اهي، بره الدايره. والمصدر بقى اللي هو الاي 1 والاي 2 بنطلعهم برضه في الدايره، واعمل مكانهم ايه بقى، شورت. يعني كده عملت شاب مين اهوت، سلك اهو، وصلت سلك يمين بين الطرفين مكان مين الاي 1، ونفس الحكايه برضه جبت هنا سلك برضه ووصلته بين الطرفين بتوع مين، بتاع اي 2. طب في الحاله دي بقى هجيب مين بقى؟ هجيب مكان الطرفين اهوت، هجيب جهاز قياس المقاومه اللي احنا بنقول عليه شاب مين الاوميتر. الاوميتر ده الجهاز بيقيس المقاومه بين طرفيها. طب هنا المقاومه تطلع بكام معانا بقى؟ 2 على 3 كام اوم؟ يعني لو طبعا يطلع معاك كسر، تطلع معاك بقى هنا بالملي ايه بقى، اوم اهوت. الجهاز بتاع بالملي اوم اهوت، 666 و67 من الف مين بقى، ملي اوم. وطبعا دي احنا حسبناها ازاي يا شباب؟ المقاومتين دولت ار 1 او ار 2 مالهم؟ توازي حاصل ضربان 2 في 1، وطبعا ده مشروع في المحاضرة شباب اللي فاتت، على مجموعهم على 2 زائد 1 يبقى يساوي كام في نهاية؟ 2 على 3 اوم. تعالوا بقى نرسم بقى ايه الدائرة المكافأة بتاعت نورتون اهو. دي بقى دائرة مين نورتون المكافأة، ادي الاي اس، نصور بقى الاي ان اهوت 10.5 امبير، وادي الار ان، ونرجع مين بقى تاني الحمل اللي بقى نرجعه تاني في الدايره اللي كانت عند المقاومه كام؟ ار 3، قيمتها كام هنا؟ هي 10 اوم. تعالوا بقى نبص عليها عشان نشوف الطياره يحصل تطلع بكام. ادي يا شباب ده المكافاه بتاعتنا هي بالسيموليشن، ادي الاي ان وادي الار ان، وهنجيب بقى ميتر بقى عشان ايه التيار اللي ماشي فين في المقاومه ار 3 اللي هي قلنا عليها مقاومه الحمل. هيبقى ده مين بقى شباب بقى؟ ده الأميتر، ده اللي هو الأميتر اللي بيقيس التيار. طلع هنا كام بقى شباب؟ هو التيار الحمل كام بقى؟ برضه نفس الحكاية، برضه 656 و28 يا شباب من إيه؟ من 100 ملي أمبير. ده مين بقى؟ تيار الحمل، وده كنا إحنا حاسبينه في الفيديو اللي فات يا شباب لو تفتكروه. تعالوا بقى أخش على السيموليشن، خليك معايا للآخر. تعالوا بقى نشوف الاول كده يا شباب، هنشغل البرنامج. اه كده البرنامج عندي دلوقتي بقى مش اكتف، تعال اكتف البرنامج بقى.
ادي الدائره الاول اشهاب معنى ايه؟ طيب اول حاجه هعمل ايه؟ هطلع زي ما قلنا المقاومه بتاعت مين الاو 3 اللي هي مقاومه الحمل، هطلعها كده بالظبط اهيت واخليها معايا عشان لسه بعد كده نرجع تاني. طب انا هجيب مين بقى؟ هجيب طيار، هجيب هنا بقى جهاز اوميتر، جهاز سوري بقى جهاز اميتر يقيس شدة التيار. ده مين بقى؟ عايزين نحسب الاي ان، تعالوا بقى نوصله في الداتا والي من نقطتين A و B، وتعالوا بقى نشغل مين الجهاز ده السيموليشن بتاع البرنامج ده نمبر 1. لاحظ معايا يا شباب بقى الاميتر هنا بقى اوى كام؟ 10.5 امبير. ده مين بقى يا شباب؟ التيار بتاع النورتون. يبقى ادي البرنامج، وانت لو كنت في المعمل هتعمل كده، هتطلع المقاومه ار 3 من الدايره وتجيب اميتر بقى. انت كل ده عاوز تشتغله في المعمل عمليا مش حساب بقى. فهنجيب مين؟ جهاز اميتر يقيس لي شريط التيار، وهنسجل القيمه دي بقى عشان نيجي بعد كده نرسم مين دايره نورتون المكافاه. يبقى الاول خطوه عملتها اهي يا شباب، ده مين بقى؟ الاي ان. الخطوه الثانيه هعمل ايه؟ تمام، برضه هنطلع، تعالوا بقى نفصل البرنامج بقى، هنطلع مين يا شباب؟ هنطلع الاثنين المصدرين الاي 1 والاي 2، ونعمل مكانهم ايه يا شباب بقى؟ ايه؟ شورت سيركت. هنجيب سلك اهوت واعمل عليها يا شباب مين بالنقطتين بتاعهم شورت سيركت. ادي هجيب سلك اهيت واعملها، واجي بقى بين الطرفين دول بقى هجيب مين؟ المره دي بقى هنجيب معانا جهاز يقيس المقاومه اللي هو مين بقى؟ الاوميتر. تعالوا بقى نجيب جهاز الاوميتر من البرنامج ده، اميتر اهوت، هنجيب الاوميتر اهو يا شباب، تعالوا بقى نوصله بين الطرفين. ده مين بقى؟ الاوميتر. تعالوا نكتب عليه هنا او ميتر، يبقى اذا ده بقى هيقيس مين بقى الجهاز دوت؟ ايوه، هيبقى نورتون بقى ريزيستنس هنا بقى اللي هي الار ان. انا كده عاوز احسب الار ان، ريزيستنس الار ان معايا يا شباب. تعالوا بقى نشغل البرنامج بقى. احنا قلنا طبعا في المحاضره اللي فاتت برضو المقاومه طلع لنا كام بقى بتاعت نورتون، هما الاتنين دول بس يا شباب، فدول توازي، يبقى حصل ضربهم على كام؟ على مجموعهم يعني 2 على 3 يعني 6 من 10 67%. فممكن الجهاز يحوله بالملي ايه اوم، وده عادي مفيش مشكله خالص نحسبها بالملي اوم. تعالوا بقى نشغل البرنامج. طلع يا شباب كام اهيت؟ ده الرقم ده بقى 666 و67% بقى ده ملي اوم، اللي هو بقى كام؟ تلتين 2/3. يبقى دي يا شباب بقى مقاومه مين؟ نورتون. هاخد المقاومه دي برضه واسجلها عندي، وبعد كده نعمل مين بقى؟ الدايره بتاعت المكافاه بتاعت نورتون. تعالى في الاخر بقى هيبقى معايا هنا بقى دايره نورتون المكافاه ايه بقى؟ تعالوا نعمل بقى، هرجع مين بقى؟ هيشيل ده خالص وده، وهجيب مين بقى؟ تمام، هنجيب هنا مين اللي هو مصدر تيار اللي حسبناه بتاع نورتون الاي نورتون، عاوزين نجيب سورس. تمام اهو، تمام، وتعالوا بقى ايه بقى ايه نلففه، وده لا ده مش ده، ده حاجة تانية، عاوزين كاونت سورس. ايوه تمام، ده بقى شباب مين؟ ده الاي نورتون. كنتو كام بقى؟ احنا حسبناه قلنا 10.5 اهو، ده 10.5، وهنكتب هنا بقى طبعا دوت الاي نورتون، ده تيار مين؟ بتاع ايه؟ نورتون اللي احنا حسبناه. دي مين بقى المفروض بقى؟ تمام، هتبقى دي مقاومة بتاعت نورتون اللي هي كام بقى طلعناها؟ اللي هي قلنا عليها كان بوينت 6.67،
ليها تلتين، دي هنسميها مين بقى يا شباب؟ الآر بتاعت نورتون. هو كتبها هنا بالملي ايه بقى؟ ملي اوم، مفيش مشكلة. تعالوا بقى هنعمل ايه بقى؟ طبعا ده هنطلع ده من الدايرة، وهنجيب هنا مين بقى؟ أميطر عشان يقيس التيار اللي ماشي في الحمل. هخلي المكون دي زي ما هي يا شباب، وهنجيب هنا بقى أميطر بقى جهاز قياس التيار، يقيس التيار، وهوصله في الدايرة يا شباب مين؟ بالتوالي. يبقى هطلع منين؟ من النقطة إيه ديت، وأدخل فين يا شباب؟ على الأميطر، وأخرج من الأميطر على مين؟ تعالوا بقى هنا إيه؟ وأخش فين يا شباب؟ على المقاومة بالتوالي، وأخرج بالمقاومة على فين؟ على المصدر تاني اهوت، وكده كملنا الدايره اهو. يعني دوت بقى كده، تعالوا ايه اهو شويه، يبقى ادي النقطه ايه يا شباب؟ النقطه بي اهيت، ودي النقطه ايه اللي هي المقاومتين اهو، المقاومه الطرفين بتاعه اهو كده بقى. لو انا شغل برنامج ايه اللي هيحصل يا شباب؟ هيقيس التيار بتاع مين بقى؟ ايوه، هيبقى تيار الحمل هنا بقى في الحاله دي بقى، ده هنسميه مين بقى؟ نورتون بقى كارنت، مش نورتون بقى، اللود كارنت. ده بقى هيبقى اللود تيار الحمل. احنا كنا حسبناه بنحسبه القانون بتاع مين يا شباب لو تفتكروا، بتاع مجزء مين التيار. كنا بنقول التيار الكلي بتاع نورتون في مقاومة نورتون على مجموع المقاومات، مقاومة نورتون زائد مين؟ طب نكتب الأول دي بقى اللود كارنت، وهنا نعيد بقى، هيبقى هنا تبقى الـ آي إل، وده برضه نكتب عليه هنا أهوت، ده يبقى ده مين بقى؟ الـ آي إل، ده بيحسب تيار الحمل. دي كده يا شباب مين معانا بقى؟ دايرة نورتون المكافأة. وهنا بقى هحط اميرتا في الدايرة عشان يقيس لي مين؟ الامبير. ويطلع لي كام بقى؟ هيطلع زي ما حسبتها المرة اللي فاتت، كان كام؟ كان 600 باين 56 وربع ملي امبير. تعال نبص عليها بقى اهو يا شباب، طلع كام؟ 656 فعلا، و56 بقى ملي امبير. ده مين بقى؟ تيار الحمل. ماشي يا شباب، كده حققنا بالظبط مين؟ دايرة نورتون عن طريق مين بقى؟ البرنامج. وزي احنا كل خطوة كنا بنحسبها، احنا بقى احنا لازم عندنا جهاز بيقيس، جهاز اهو ده بتاع التيار، ده الاميتر بيقيس شريط التيار. وفي حالة الار دي طبعا دي من دي الار ان تمام. وبعد لما كنا بنقيس المقاومة بتاعتنا كنا بنجيب جهاز مين؟ الاوميتر، عشان نقيس المقاومة بين طرفي مين؟ الدائرة اللي هي مكافأة لمين؟ النورتون. وكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى بقى لو أنت كنت أول مرة تشاهد القناة ما تنساش الإعجاب والشير والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.